انا ما بدي اروح على المدرسه الا لما تيجي ماما. وعيش معك بكسرك. وين راحت ماما وخالتي؟ على الاوتيل، سمعتهم بيقولوا على الاوتيل. انا بدي اروح على الاوتيل. شو؟ بشوفكم قاعدين، ليش ما تروحوا على مدرستكم؟ بدي استنى ماما. امك ما راح تيجي هسه، قوم يلا على مدرستك. خلينا نروح نجيبهم من الاوتيل. هسه لا تكثر حكي، روح على مدرستك يلا امشي. جود مورنينج. صباح الخير. شو؟ شو مالكم؟ كنكم باجتماع مغلق؟ روحوا على مدارسكم خلصوني. امي وين؟ راحت على الاوتيل. راحت على الاوتيل؟ طب ليش زعلانين؟ بالعكس لازم تنبسطوا عادي. ولك هو انت اهبل ولا مسطول؟ ما كنتش هون في الدار لما رفعت صوتها هي وخالتك علي؟ ما شفتوهمش لما طلعوا من الدار؟ ايه؟ ايه وين ان شاء الله؟ بدي احكي يابا، صحيح امبارح في واحد نادى علي بس ما عرفت منين الصوت. اي غور من وجهي. بدنا مصروفنا. مصاري مصاري ما بتشبع منها المصاري. يلا امسكي امسك. 10 قروش بس؟ ولك حل امشي. يابا اذا ما في نو بروبلم، مش مشكلة. امسك وغور من وجهي امشي. عبد. نعم نعم يابا. نعم. يابا خذ هي مفتاح الدار، بدي اياك ترجع الظهر وتفتح لاخوانك، فاهم؟ ليش هو ما في حدا بالدار؟ لا ما في حدا بالدار، امسك امسك. غريب. ولك شو هو الغريب؟ انه ما في حدا بالدار. ولك حل عن وجه امشي. حسبي الله.